من آداب التعلم. قال ابن القيم رحمه الله: إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. في العلم كله يا أخواننا دي من آداب من آداب العلم. ولذلك سئل ابن عباس رضي الله عنه لما وجد مقاما عظيما، ابن عباس مقامه كان كبير مع انه هو صغير في السن، كان عمر الخطاب بيجيبه مع شيخ بدر مع كبار الصحابة الذين شهدوا بدرا، وابن عباس صغير. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما ما بلغ الحلم. في زمن عمر بيقعدوا مع شيخ بدر كبار الصحابة وأهل العلم الكبار، ابن عباس قاعد معهم. قال الراوي في السير، قال: حتى وجد بعض الصحابة في أنفسهم قالوا: يا أمير المؤمنين، عندنا مثله، عندنا أولاد قدره. قال: فأراد عمر رضي الله عنه يوما أن يختبرهم. وداري وريهم مكانة ابن عباس، هو ليه جابه هنا. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج؟ الصورة. قالوا: أمر الله تعالى نبيه إذا فتح عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. قال: ما أعلم منها إلا ما قلتم. أنا ذاتي علمي منها قدر علمكم ده. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: ليس هذا تفسيرها. ما ياهو. قال: هذه الصورة نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نعي رسول الله. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا فتح عليك والناس دخلوا في دين الله أفواجا، فاعلم إنه اقترب أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ها قال لهم شفتوا؟ فوراهم ليه؟ ابن عباس الشاهد عندنا. قالوا: كيف نلت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. اللسان السؤول ده معناه تسأل كويس، الزول يعرف كيف يسأل. وقالوا: حسن السؤال نصف العلم. تسأل والكلام اللي بيقول لك تعقله صح، ما تبقى يقول لك الكلمة زيدا فتكتبها عمرا وتبلغها خالدا. في ناس عندهم طربشة ودروشة. خليك مركز. فسل تفهما لا تعنتا. ودي يا اخوانا من الآداب المهمة، يعني مما يجب على المعلم او للمعلم على الطالب. ما يكون اسئلتك بتاعت يعني دار تظهر علمك انت ولا ضعف المعلم، لانه ما من معلم يعلمك الا وعنده قصور، عنده قصور. وخاصه احنا اللي بنعلمكم ديل، يعني ما تتخيل انه انت لو مشيت معاي في مجال انا بمشي معاك قدر ما تزني امشي معاك لقدام، لا لا، بعد شويه بقيف. فلا تسال تعنتا، انما اسال ايوه تفقها.